السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أنوه على خطأ بيقع فيه، اللي هو مستخدمين القناة أو مستخدمين الموقع الخاص بي، أثناء اللي هو لما يريد أن هم يقوموا باستشارة عن طريق اللي هي الاستشارة المدفوعة، اللي عن طريق إما اللي سبق أنا وذكرت عن طريق بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وأكثرها اللي هو الواتساب. ماذا بيحدث؟ بيحدث أن الناس هذه ما هيش فاهمة، بتفتح هذاك الفيديو تتفرج عليه هكذا، بتجد تحت الفيديو اللي هو مكتوب تحته يعني صورة هكذا مكتوب فيها استشارات مجانية للطب البديل، بتدخل عليها وبتدخل اللي هي الكود الخاص بالكارت يعني، وبتدفع فلوس ظنا منها ان هي راح تتواصل معي انا. الموضوع اللي موجود على اليوتيوب، الصورة هذيك المصغرة اللي تحت اي فيديو سواء كان الفيديو، هو بيظهر لك مثلا قناة مثلا خاصة بالطب مثل الآن مثل قناتي أنا أو بعض القنوات الأخرى، اللي هي بيظهر لك مثل هذه الإعلانات يعني استشارات طبية أو كذا، وأنت بتدفع عن طريق هذا الأمر. فهذه بتكون راه إعلانات بينزلها الجوجل لمواقع أخرى ما عندها صلة لا بي أنا ولا بأي شخص ثاني مثلا عنده علاقة بالقنوات هذه الطبية، أنت بتدفع لأناس أخرى ما هوش لي أنا. أنت ما جيدا مثل لما بتفتح قناة ألعاب بتجد تحتها اللي هي صورة مصغرة هكذا إعلان صغير جدا ممكن أنت بتنتبه لاش نزل لعبة تلك أو مثلا أي شيء، أي قناة مختصة بشيء معين، بتجد مثل هذه الإعلانات بتظهر اللي هي ناتجة عن يعني بتروج للمنتوج اللي بيخص محتوى هذه القناة. اللي يريد التواصل معي شخصيا يعني لكي يكون الأمر فيه مصداقية، لأن بعض الناس بتصور لي بتجد لا الفيديو الخاص بي وتحت صورة مصغرة لموقع بتدفع عن طريقها وبتخبرني ان هي قامت بدفع المال ولم تستطع على الإجابة، وان لا لكي ما تظنش انت الظن هذا. فالاستشارات المجانية رجاء او المدفوعة اللي هي نحن نقدم مجانية ونقدم مدفوعة على حسب اللي هي كل حالة وحالتها، الاستشارات هذه بتعطى عن طريق اللي هو رقم الواتساب اللي هو الخاص بالجروب الخاص بنا، بتتكلم بتنظم امورك معهم بعد ذلك يحولوك الى اللي هو ما يعرف ب 02 اللي هو نفس يعني الرقم. عموما الرقم اللي هو مازال اكرر، ما تذهبش لاي موقع ثاني، ما تعطيش اي شيء اخر لاي اناس ثاني لكي لا يتم طبعا النصب عليك تحت اسم مسميات او ما سمى احد، باش انت ما عندكش ممكن الخبره في الالكترونيات. كل ما عليك انك انت تضيف رقم الواتساب وتتواصل معنا لكي تصل الي مباشره، ما تذهبش الى اي موقع او بتدخل او شيء. الرقم اللي هو 0-0-2-1-6-2-7-3-1-8-7-8-7 اللي هو 0-216-27-31-87-87. اللهم إني قد بلغت من هنا عن طريق هذا الرقم فقط، ضيفني على الواتساب كلم طبعا 0-1 اللي هو يعني السكرتير او اللي يعني 0-1 لكي يستطيع ان هو ينظم معك هذه الامور، بعد ذلك بحولك على 0-2 باذن الله تعالى كتواصل معي بشكل مباشر وشخصي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.